في السوشيال ميديا، خليه يمارس الحرية تاعه، خليه يمارس الحرية تاعه خويا، الحرية مطلقة في السوشيال ميديا يقول واش يحب. ولكن أخي الفاضل، أنا لست الحكومة الجزائرية، أنا لا أتمتع بالذات الإلهية، أنا مانيش إله، حيث كل ما تغلط معايا نسمح لك. أنا بيني وبينك هي ست أمتار نظامية تلقى روحك رقم واحد نهردك، رقم اثنين ثانيا تحترم روح أخويا. كاين كاين واحد يزورسين بينهم في المواقع ولا في التطبيقات، نبلوكيك نبلوكيك خاش علاه نتايا نشوفك بلي ان كومبيتون باش تشارك معايا في المحتوى. ما تفهمنيش، انت انسان تبارطاج السموم، بس تبارطاج السموم انا مانيش ما نفطرش بان ندير لك فيديو ونعايرك. نو اخلاق والشجاعه الادبيه تاعي ما تسمحليش بان نهضر لك الهضره كيما هذه. نروح مباشره للحث ودير لك حث مطلوب كي كنت اخي فاضل وصايب تقدر تمارس ثاني الديمقراطيه تاعك ثاني في الفضاء الازرق ولا في تيك توك ولا راه كاين انواع متعدده من الجنسين اللي يمارسوا ثاني في عاداتهم وتقاليدهم ومحتواهم يبارطاجوا مع الناس. وعلي اخي فاضل انا لا اتمتع بالذات الالهيه، انا انسان مخلوق كيفي كيفك، انا نتنرفى، انا لم يشق على صدري اخي فاضل، انا لست محمد عليه الصلاه والسلام. انا مش قلت على صدري من اللي تعذرنا والبغض البلاد، انا كيما هكا كسبت عندي مليار نتخلق، قادر نكون مليح، قادر نكون ما نكونش مليح، نغلط كيما انت يا هو. ولكن الانسان يحط عليك ست امتار نظاميه لانني لا اضمن يعني تواجدك يعني ضمن الحدود تاعي بهذه العقليه اللي تبارطاجي فيها السموم واللي تبغي تداصر الناس يعني وتبغي تدخل في الخصوصيه تاع الناس، هذا امر غير محبب بالنسبه ليا وبالنسبه لكثير. ولكن ما نجمش نهضر في السوشيال ميديا ونضل نكابل الناس وكل شيء، راني محترم المتابعين اللي عندي، المتابعين حبوني هكاك لله في سبيل الله يا خويا، حبوني انا في المبارطاج معاهم ديك المحبه واحترمهم يعني الاحترام يعني الاحترام مطلق. بالنسبه للناس اللي راه في الكومنتات شي الانسان دائما يسي يضبط نفسه شويه ويكون عنده هذيك المرونه، وكاين ديك الصلابه ثاني كي تستحق ديك الصلابه جبدها من الارموار اللي هي تحسب امطار نظاميه ودمتم في رعايه الله.